صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو سبب إفراد الديباج بالنهي مع أنه نوع من الحرير؟ نعم، يشمل الحرير بجميع أنواعه، ما رق منه وما خشن من الاستبرق. الاستبرق والحرير والديباج كلها أنواع من الحرير، لكن الديباج لما رق والاستبرق لما غلب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الحكم إلى والله أعلم، أيضا لأجل بيان أنه وإن سمي بغير الحرير، سمي ديباج، فلا يمنع، فلا يخرجه من تحريم، من التحريم. العبرة بالحقيقة لا بالأسماء، سمي ديباج أو استبرق أو نعم.